تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بافتتاح فندق جوميرا رويال سراي بمنطقة السيف، ويحظى الفندق بموقع مميز على شاطئ البحرين ليشكل إضافة جديدة إلى سلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها مختلف مناطق المملكة وفي شتى القطاعات. ويضم الفندق 167 غرفة، منها جناحان ملكيان، بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومرافق الاستجمام. وتتماشى هذه الإضافة المهمة إلى محفظة مجموعة جميرة مع خططها للتوسع في منطقة دول الخليج العربي. يذكر أن المجموعة تدير حالياً 21 فندقاً في 9 وجهات تضم بمجملها أكثر من 6000 غرفة فندقية. افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني المعرض السنوي لإدارة حماية المستهلك الذي يقام تحت شعار التجارة الإلكترونية والتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني في مجمع سيتي سنتر. وقد اطلع الزياني على الإجراءات التي تتخذها الجهات والمؤسسات المالية للتصدي لجرائم الاحتيال الإلكتروني والتي باتت أدواتها متنوعة ومتطورة، الأمر الذي يتطلب نشر الوعي الإلكتروني بين المستخدمين لخلق بيئة اقتصادية آمنة تحفظ حق المستهلك في حماية خصوصية بياناته ومعلوماته. ويشتمل المعرض على عرض لتطبيقات التجارة الإلكترونية وعروض نماذج لقصص واقعية تصدت لها الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الاحتيال الإلكتروني. الفعالية تتزامن مع اليوم العالمي للمستهلك، وإحنا في كل سنة نعتمد عنوان معين في هذا المجال. السنة هو الجرائم الإلكترونية أو الاحتيال الإلكتروني، وهو جزء من برامج التوعية اللي أطلقناها إحنا في إدارة حماية المستهلك، وجزء من التشكيل الجديد للإدارة. في السابق كان اعتماد الإدارة أو دور الإدارة الأساسي هو دور تفاعلي مع الشكاوي، قررنا أن نضيف إلى منحة جديد اللي هو دور استباقي، أن احنا نقوم بعمليات توعية للمستهلك وأيضا للتاجر. هذه السنة ارتأينا أن يكون الشعار مواكبا لاحتفال العالم أجمع باليوم العالمي للمستهلك والذي يصادف الأول من مارس. هذا الشعار الذي تبنت جميع دول العالم للتوعية بجرائم الاحتيال الإلكتروني وتطبيقات التجارة الإلكترونية. اليوم المستهلك يواجه تحديات كثيرة في مجال حماية المستهلك، وعلى الأخص في مسائل التطبيقات الإلكترونية وجرائم الاحتيال الإلكتروني بما يؤثر على خصوصية المستهلك وحقه الأساسي ضمن المبادئ العامة المتعلقة بحماية خصوصية المستهلك. أحرزت بورصة البحرين تقدماً استراتيجياً استثنائياً على مستوى الإنجازات خلال عام 2017 بتبوئها المركز الثاني على مستوى الخليج والمركز الرابع إقليمياً. وقد أعلنت بورصة البحرين في مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس إدارة البورصة عبد الكريم بوتشيري والرئيس التنفيذي للبورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة عن تحقيق نمو في القيمة الإجمالية للتداولات في العام 2017 لتصل إلى 211 مليون دينار بنسبة زيادة قدرها 70%. وقد بيّنت البورصة أن الكمية الإجمالية للتداولات بلغت في العام الماضي أكثر من مليار دينار، محققة أعلى كمية بتاريخ 26 من ديسمبر 2017، ما يمثل زيادة نسبتها 53% مقارنة مع العام 2016. كما بلغت القيمة السوقية بنهاية عام 2017 ما مجموعه 7 ملايين دينار تقريبا بزيادة نسبتها 12%. صار في طرح لمشاريع عديدة من قبل البورصة، من ضمنها البحرين تريد، من ضمنها البي اي ام، من ضمنها التوعية، وهذه هي كلها أدت إلى تحسن في حجم التداول في البورصة. ومثل ما لاحظتوا من ساعة في المؤتمر الصحفي، بورصة البحرين والله الحمد سجلت ثاني أكبر ارتفاع على مستوى منطقة الخليج ورابع أكبر ارتفاع على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالكامل. إنزين، فالحمد لله، وإن شاء الله في سنة 2018 نعزز هذه خلينا نقول المعطيات علشان
نحاول أن السوق ينمو ويكون في تصاعد مستمر بإذن الله. إنجازات البورصة في عام 2017 واللي كانت عديدة، أبرزها إطلاق سوق البحرين الاستثماري المعني بالشركات المتوسطة والصغيرة، إطلاق سوق الريت، انجريشن اوف بحرين كلير او تكوين شركه البحرين المقاصه، واللي نتج عنها اطلاق ماي شير كارد، حيث ان الارباح النقديه ما يحتاج تستلمه بشيكات، لكن يكون عندك الاوبشن انك تستلمه في بطاقه ايميديتلي اون ذا ريكورد ديت حق الاي جي ام. فهذه من الجانب التشغيلي. بعد ايضا عندنا من الامور الاخرى اللي تم اطلاقها بحرين انفستمنت اكاديمي بالتعاون مع بي اي بي اف. يطلق مجلس التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع تمكين أسبوع البحرين للشركات الناشئة، وذلك اعتبارا من 3 مارس الجاري وحتى 8 الشهر نفسه. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أنه من المرتقب حضور أكثر من 2500 مشارك من مختلف أنحاء العالم في فعاليات هذا الأسبوع، وأوضح أن الفعالية تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة في المملكة وتشجيعها على تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى الترويج للبحرين كبيئة مثالية حاضنة للشركات الناشئة.